وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا واصلحنا وسائر المسلمين ما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين واسوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا للعلم والعمل والاخلاص يا رب العالمين، حتى تتوفنا وانت راض عنا يا ارحم الاكرمين يا ارحم الراحمين. وفرج عنا وسائر المسلمين ما بنا من كل كرب وهم وغم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب كف الخليل المجيد لابن قاسم الغزي على متن الغايه والتقليد للقاضي احمد ابي شجاع في فقه الساده الشافعيه رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخنا وقراء مصنفاتهما في الدارين امين. وانتهينا الحمد لله من قسم العبادات، ونبدا اليوم في اول المعاملات، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. كتاب احكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركه او شركه. كنت تقول شركة وكنت تقول شركة، كنت عارف مين كسر الشين وكسر الراء أو بكسر الشين وسكون الراء. شركة وشركة، وهتبقى ليها أبواب مخصوصة هنتكلم على القران بالتفصيل وعلى الشركة بالتفصيل. هو هنا قال أحكام البيوع، وهي أصلا جمع المصدر، والمصادر لا تجمع في الأصل، يعني حتى جاء على خلاف المصدر، على خلاف الأصل جمع المصدر على اعتبار أنها أنواع كثيرة، على اعتبار كثرة أنواعها. والبيوع يقول جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، أي شيء فيه مقابلة شيء بشيء في اللغة يسمى بيع. فدخل ما ليس بمال فخمر، لكن شرعا ضيقنا المعنى. فأحسن ما قيل في تعريفه، له تعريفات كثيرة، لكن اختار الشيخ هذا التعريف، إنه تمليك عين مالية. يبقى لابد من المعاوضة تبقى معاوضة مالية، مش أي شيء بأي شيء، لازم يبقى شيء متمول. إنه تمليك، وتبقى تمليك كمان وليس إعارة ولا إدارة. إنه تمليك ولا هبمة، لأنه قال بمعاوضة، لكن الهبة تمليك لكن بغير معاوضة. إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، يعني بإذن شرعي علشان يخرج البيوع الفاسدة، كبيوع الغرر وبيوع التي فيها علة الربا وغير ذلك. لابد أن يبقى فيها يكون بيوع مشروع، يبقى تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. ولازم على التأبيد، لأن على التأقيت ما يبقاش بيع، على التأقيت ممكن يبقى يدخل يشبه الإجارة والإعارة وغير ذلك، لكن لابد أن يكون على التأبيد بثمن مالي، يعني متقوم بشيء يكون له قيمة مالية. فخرج بمعاوضة القرض والهبة، لأن القرض أنا لما بقترض منك ما بديكش بديله حاجة، فقال بمعاوضة يبقى خرج القرض. وكذلك في الهبة، الهبة
وان كان الفرد ليس تمليك عليه لان انت هترده. فكان الاولى يقول الهبه، انه خرج المعاوضه الهبه علشان هو قال في الاول تمليك، لكن الفرد ليس تمليك لانك هترده او ترد مثيله او قدره ان لم يكن له مثل ان افسد. فخرج بمعاوضه القرض، والاولى كان يخرج الهبه، وباذن شرعي خرج الربا وكل البيوع الكسب، ودخل في منفعه تمليك حق البناء. افرض انت عندك سكوك فممكن تبيع حق البناء على هذا الشكل. طيب فهنا ده اسمه تمليك منفعه، لان انت بتبيع هواء، لكن هذا الهواء يعني بتديله ما يعني الحق في ان يستفيد بهذا الهواء ويبني فيه ما شاء، فتاخد من قلبه. فده ايضا عقد بيع، بالرغم ان هو لا تبيع شيء معين، انت بتبيع فقط حق تمليك زي حق الممر. لو انت كرت جدلا انك انت بتملك شارع مثلا، والعمارات اللي على الجنبين بتوعك، الشارع ده اللي بينهم هيبقى ملك البر، لان ارض ملك، فلك ان تبيع حق الممر ان الناس تمر. زي مثلا الجماعه اللي عاملينها كده، الابتاون سيتي اللي عاملينها عندنا هنا دي، واخد بالك، بتاع شركه اعمار دي، عامله طريق خاص ليها بحيث يستعمل الناس اللي اشتروا. فممكن في يوم من الايام لو واحد ما يكونش شاري وعايز يمر ويستفيد بالطرق دي، ممكن يعملوا اما رسوم عشان حق مرور يبقى ده نوع من البيع، او انك وياخدها كل مره كل ما تمر، او انك انت تدفع مبلغ مره واحده ويديلك ترميه، تقدر يبقى ليك حق المرور. ده بيع برضه، حق المرور في طريق خاص، كويس، ده برضه بيع منفعه. وخرج بثمن الاجره في الايجاره، لان في الايجاره اللي بتاخده المقابل ده ليس ثمن، ده مقابل الانتفاع المؤقت بعقد الايجار، فانها لا تسمى ثمنا. وعلى اي حال الاداره خارجه مش بكده، ده خارجه بقوله على التأديب، تمام، خارجه بقوله على التأديب، هي تبقى خارجه اولى بقوله على التأديب. البيوع باعتبار اولا عقد البيع عباره عن ثلاث اركان، كل ركن ممكن تفكه يبقى اثنين، بصوت عقود البيع ثلاثة أركان إجمالا وستة تفصيلا. عاقدان يفكهم يبقى بائع ومشتري، أو الواحد العاقدان يفكهم يبقى إيه، بائع ومشتري. وبعدين المبيع، المبيع اللي هو إيه، الثمن والمثمن، يفكه يبقى الثمن والمثمن. وبعدين صيغة يفكها تبقى إيجاب وقبول، وممكن يبقوا ستة تفصيلا وثلاثة إجمالا. المعقود عليه، المعقود عليه هو اللي إيه، الثمن والمثمن أو المبيع وما يقابله. البيوع بقى باعتبار المبيع، باعتبار ما يباع، بتنقسم لثلاث انواع، هو قسمنا هنا باعتبار المبيع. بيع عين مشاهده، هو قال اي حاضر، هو عايز يقول المشاهده يعني معناها حاضر، وكان الاولى يقول مرئيه، لانه ممكن يبقى الشيء حاضر لكنه غير مرئي، يعني انا حاطه في الاوضه اللي هنا فما ينفعش ابيعه، يبقى حاضر معانا في الحجره جنبنا، لكن ما ينفعش ابيعه طالما غير مرئي، لازم اوريهولي، انه ما ينفعش يشتري حاجه مش شفافه كده. فكان الاولى كان يقول بيع عين مشاهده اي مرئيه، لانها قد تكون حاضره غير مرئيه، ممكن تبقى الحاجه اللي ببيعها في جيبي، حاطط الساعه اللي هبيعها في جيبي وتبقى حاضره لكنها غير مرئيه، فما ينفعش ابيعها، لازم اطلعها اوريها لك. وعلشان كده الاولى كان يعرف كلمه مشاهده بكلمه مرئيه. فجائز، هذا النوع جائز، جائز يعني صحيح، يعني نافع، ينبني عليه
ثمرته وثمرة عقد البيع الجائز والتملك، إن ده يملك المباع والثاني يتملك الثمن. إذا وجدت إمتى يجوز يعني يصح؟ إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية، اللي هي الشروط دي. ما ينفعش بيع شيء نجس، نجس العين، يبقى لازم المبيع يكون طاهر، لكن الشيء النجس لا يجوز بيعه عند المسلمين، وبالتالي الخمر لا تباع عند المسلمين لأنها نجس كالبول. لا يجوز بيع الكلب اصلا ده، مش عشان نجس، نهى النبي عن ثمن الكلب والبغي وايه وحلوان الكاهن كده، والحديث كده في البخاري. لا، ما احنا قلنا ده اسمه ايه؟ رفع اختصاص وليس عقد بيع، اسمه رفع اختصاص. ده بس ايه؟ هو ايده عليه بياخد مقابل رفع اليد، لكن هو ذاته ملوش ثمن. والفرق بين عقد البيع ورفع الاختصاص في الضمان، يظهر في الضمان ان رفع الاختصاص لا يضمن فيه. يعني لو انت قلت له مثلا هتديني الكلب ده، هترفع يدك عنه كام؟ يقول لك ب 1000 جنيه، تدي له ال 1000 جنيه وهو بيسلمك الكلب، الكلب ده مات خلاص، ضاعت عليك الفلوس، ما يضمنلكش. انما لو عقد بيع يضمن، فاهم؟ فده الفرق بين عقد رفع اليد وبين الاختصاص. فالطاهر لابد ان يكون طاهرا، معناه على طول نفهم ان النجس لا يجوز بيعه. طب افرض السرجين ده والحاجات اللي كانوا يستعملوها في تسميد الاراضي اللي هي زرق الطيور والحاجات دي، دي نجسه عند الشافعيه، لكن الناس بتحتاجها لتسميد الاراضي، يبقى دي تدخل تحت عقود رفع الاختصاص وليست البيع. واخد بالك؟ كل حاجه نجسه منتفع بها يجوز التصرف فيها من باب رفع الاختصاص وليس البيع. واضح؟ وإن كانت هي طاهرة، زرق الطيور ده طاهر عند المالكية، فيجوز بيعه عند المالكية عندهم. ليه؟ لأن محلول اللحم روثه طاهر وبوله طاهر عند المالكية، وعند الشافعية لا، نجس. يبقى يشترط من كون المبيع طاهرا، أول حاجة يبقى طاهرا، لكن لو كان متنجسا ويمكن تطهيره يجوز بيعه. لو كان متنجس ويمكن تطهيره يجوز بيعه. يعني شوية فاكهة وجاء عليهم شوية نجاسة، فممكن تطهر تغسلها خلاص طهرت تبيعها، يبقى اسمه متنجس. لكن لو شيء متنجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه أيضا. واخد بالك؟ زي إيه؟ زي عندي زيت، برميل زيت وقعت فيها طارة والطارة دي ماتت بقت ميتة، نجست كل برميل زيت. طب وده طهره إزاي ده؟ ملوش وسيلة، يبقى ما ينفعش بيها. ايه؟ ايه؟ لا ده يمكن تطهيره. فيمكن ابيعه، انا بدي لك مثال لحاجه متنجسه لا يمكن، يبقى ساعتها لا يجوز بيعها. زي ازاي؟ ها؟ الدم منجس. لا يجوز بيعه. اذا رفع الاختصاص لو ليه فائده، هيبقى من بيعه رفع الاختصاص مش البيع. تقصد هنا الدم يعني؟ لا لا، ده ما بيبيع لك الدم، ده بيبيع لك الكيس والحفظ والماده والتجميع والتحاليل اللي عملها، بيبيع لك ده، مش بيبيع لك الدم نفسه. يعني حتى المتبرع ما بياخدش مقابل، بيديله ازازه بيبسي، بيديله شويه لبن، بيديله حاجه كده، ما بياخدش مقابل، لا يباع. يعني حتى ما ركز بيع الدم اسمه، هي بتسميها بيع لانه مجهله، لكن في الحقيقه هو مفيد، لانه الكيس نفسه بيكلفهم، بيعمل عليه تحاليل وبيعمل عليه بيحط عليه مواد حافظه، ونفس الكيس ده وجهاز نقل الدم ده تكاليف، فبيجمع لك ده كله ويقول لك ادفع كذا ادفع كذا. الناس العوام بيفتكروا ان ده شراء، لا ده رفع اختصاص. يعني لو كيس وقع منك على باب البنك ما ينفعش تقول له اديني الفلوس. فهمتني ازاي؟ لان ده مش بيع. يقول لك ادفع تاني وخد كيس زيت. يقول لك ادفع تاني وخد كيس زيت. فهمت؟ يبقى ده مش بيع. لكن لو بيع واخد بالك وطلع الدم ده حصل منه تفاعل مع المريض ما استفادش بيه،
من حق تروح تاخد رد العيد، لكن انت ما بتعملش كده، وده مش عقل دي مرافع احساس. فلا يجوز بيع، فلا يجوز بيع المتنجس. من كلمة طاهر افهم على طول ان لا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، لكن المتنجس اللي يمكن تطهيره مية وقع عليها بول دي متنجسة، لان يمكن تطهيرها بالإكسار، ان انا اخدها على مية تبقى فوق القلتين طهر، واخد بالك ازاي؟ لكن زي ما قلت لك لو عندي سمنة سايحة او زيت سايح وقع عليه شوية بول ما اعرفش طهر، اغسله بمية يعني الغسل، يبقى في الحالة دي لا يجوز بيعه منتفعا به. لابد ايضا ان يكون المباع منتفع به، فما ينفعش ان انا ابيع مثلا ايه حبتين غز، ايه حبتين غز يعني دي غير منتفع به، او مثلا ابيع ذباب او حشره، دي غير منتفع به ما ينفعش بها. تقول لي اصل مراكب الحشرات بتحتاج تبقى اسمه رفع اختصاص، يعملوا عليها ابحاث، لكن مش عقود بيع، فهمت؟ ويجيبوا لهم ثعابين وبتاع ويدوها لهم علشان مراكز ابحاث، دي برضه رفع اختصاص لكنها ليست بيعا، فلازم يكون منتفعا بها. كل ما لا يجوز بيعه ويحتاج له الناس يبقى بتحصل عليه برفع الاختصاص، برفع اليد. يعني دلوقتي هم بيحتاجوا يلموا الثعابين ويعملوا عليها ابحاث ويطلعوا منها ترياق كويس، لا يجوز بيع الثعبان لان لا يجوز اكل ولا ينتفع به، فهمتني ازاي؟ في الحاله دي اعمل ايه؟ مراكز الابحاث دي تتعامل ازاي وتحصل على مرادها ازاي؟ تحصل عليه برفع الاختصاص، فهمتني ازاي؟ بس يعني تدفع للي بيصطادوا مقابل تعبه في صيده والتكاليف اللي اتكلفها في ساعة الصيد، يشوف يتكلف قد ايه وقعد كام يوم على مصطاد ويوميته ب 100 جنيه قعد 10 ايام يبقى دي 100 في 10 ب 1000 جنيه، واخد بالك وتاخد من اللي هو ده، لكن مش عقود بيع، فهمتني ازاي؟ يبقى لازم يبقى طاهر ومنتفع به، ومش كده وبس، ومقدورا على تسليمه، يبقى لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه. يعني ما ينفعش ابيع ارض مغصوبه لواحد لا يستطيع سكتها من غصب، ينفعش، لكن ممكن ابيعها لواحد يستطيع سكتها لانه منصبه يعرف يخلص، يقول لي مغصوبه مغصوبه انا هخلص بيعها، اقول له خلاص كده، لكن ما ينفعش ابيع لواحد لا يستطيع تخليصها من الغصب لانه ما فيش قدره على التسليم، فلا بد ان يبقى في قدره على التسليم، والقدره على التسليم معناه الحيازه وحريه التصرف والملك الكامل. يبقى لازم تبقى في ايدي حيزها، ولازم يبقى عندي حريه تصرف، يعني مش محظور عليا بسفه مثلا ولا بفلس ولا بصغر سن، فهمت ازاي؟ كل ده داخل على القدره على التصرف. وللعاقد عليه ولايه علشان يجيز بيع الولي المتولي امر سفيه او صغير او مجنون، فيجوز ان هو يبيع عنه ويشتري له، واضح؟ عشان لان له ولايه. ولا بد في البيع من ايه؟ من صيغه ايجاب وقبول. ايجاب يعني اقول لك بعتك كذا بكذا، تقول لي قبل، كويس؟ ايجاب وقبول اللي هي الصيغه، او المشتري نفسه يقول ايه؟ بعني كذا بكذا، فالبائع يقول قبل. يعني ممكن الإيجاب يبقى من جهة البائع أو من جهة المشتري، والقبول يبقى في الجهة المقابلة. ولا بد في البيع من إيجاب وقبول، فالأول كقول البائع أو القائل مقام بعتك وملكتك بكذا، والثاني كقول المشتري أو القائل مقام اشتريت، القائل مقام المشتري الوكيل أو الولي عليه. يعني ممكن توكل واحد يشتري لك حاجة ومعاه وكالة يمشي من لقاء المقام، اشتريت وتملكت ونحوهما. عند الشافعية لا يجوز بيع المعاطاة، يعني ايه؟ انك انت ترمي الثمن وتاخد الحاجة وتمشي، تقول صيغة. فعند الشافعية في اصل مذهبهم لا يجوز بيع المعاطاة، ده يسموه ايه المعاطاة؟
اللي هو يعني ايه، ترمي الحاجه وتاخدها وما فيش لفظ تم بينك وبين البائع، زي ما بتشتري الجورنال وبتشتري مثلا ايه الحاجه اللي عند بتاع الخضار، يدي لك كيس كده تقعد تنقش وبعدين يوزن وبعدين يقول لك اكتسبت كذا، لا بيقول لك بعتوك كذا ولا تقول لي قابلت ولا فيها، ده اسمه بيع معطاء. واخد بالك؟ واحيانا في المكنه تحط العمله تنزل لك ايه يعني مشروب تشربه، سندوتش، يعني اي حاجه، كل ده اسمه ايه؟ بيوع المعطاء التي لا صيغه فيها، لا تجوز عند الشافعيه في اصل مذهبهم، والا ان الامام النووي رجح جوازها لرفع الحرج، خصوصا في المحقرات، خصوصا في المحقرات. انا هتشتري الجورنال، هتشتري سندوتش فول، سندوتش طعميه، يعني حكايه بسيطه. يعني ما تروحش الراجل بتاع الفول والطعميه يقول لك بعتوك 10 سندوتشات بكذا، يقول له قابلت ويدي لك، هيضحك عليك. يعني حتى لو قلت له كده هيفضل هيتريق عليك ويعمل لك شغل. فهذا البيع يجوز عند المالكيه قطعا المعطى، لان العرف ماشي على كده، والمالكيه حكموا بصحته بناء على العرف، والشافعيه رجحوا قول المالكيه في هذه المساله، ولكن اصل مذهبهم لا يجوز، لكن رجحوا قول المالكيه لرفع الحرج، خصوصا اذا كانت الامور المحقره. والثاني اللي هو النوع الثاني من البيوع، يبقى الاول نوع اللي هو البيع الجائز، انك انت بتبيع بضاعه حاضره امام المشتري، شايفها بعينه واتفقتوا على السعر، وهذه البضاعه منتفع بها طاهره، مقدور على تسليمها، واللي بيبيع له ولايه عليه. يبقى هذا البيع صحيح شرعا 100%، ويحتاج للصيغه اللي هي الاجابه والقبول. ده اول نوع. النوع الثاني بيع شيء موصوف في الذمه، يبقى بتبيع حاجه مش موجوده لكن بتوصفها في الذمه، سموه بيع السلم. بيع السلم او السلف، يعني تدفع الثمن وتتفق على بضاعه موصوفه في السلمه في الذمه، تستلمها بعدين. كويس؟ عكس بيع الايه؟ الاجل. البيع الاجل انت بتاخد البضاعه وتدفع الثمن متاخر، لكن السلم بتدفع الثمن مقدم وتاخد البضاعه متاخر. يبقى والثاني من الاشياء بيع شيء موصوف في الذمه، ويسمى هذا بالسلم، فجائز اذا وجدت فيه. يجوز امتى؟ لان هو اصل بيع السلم ده بيع باطل، لانك بتبيع ما ليس عندك، فطالما النبي اجازه يبقى ده رخصه، وطالما رخصه يبقى مقيده، فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم قيود كثيره حتى ينفي الغرر اللي ممكن يحصل فيه، ان يبقى موصوف بدقه. واخد بالك ازاي؟ زي هنعمل له باب مخصوص، هنعمل له قاعده بيع السلم ده، لان ليه قواعد واصول، فلازم يبقى موصوف في المعدود بالعدد، وفي الاطوال بالذراع او بالمتر، وفي الموزون بالميزان بالوزن، وفي المثيل بالكيل، وفي الانواع تحدد النوع. كويس؟ لو كانت انواع متفاوته لازم تحدد النوع، ولو في الالوان تحدد اللون، واشياء ملونه. واخد بالك؟ وكمان مش كده وبس، وزمن التسليم ومكان التسليم، كل ده لازم نحدده. ليه بقى؟ لان ده امر على خلاف الاصل، فطالما على خلاف الاصل احط قيود عشان يمنع الوقوع في الغرض. واضح؟ فما ينفعش ابيع حاجه غير موصوفه وفي الذمه، ما ينفعش، ده بيع باطل. يبقى ايه؟ او النوع الثاني بيع شيء موصوف في الذمه ويسمى بالسلم، فجائز اذا وجدت فيه الصفه على ما وصف به. من صفات السلم الاتيه، صفات السلم هيجد هذا ان شاء الله. النوع الثالث وهو بيع عين غائبة لم تشاهد. بيبيع شيء غير موجود. المالكية يجيز بيع غير الموجود مع إثبات خيار الرؤية. واضح؟
ده نزل الملكيوسك ومن وافقه. بس يبقى ايه لو اشتريت حاجة غير موجودة يبقى عند الملكية يجوز هذا مع وجود خيار الرؤية. يعني لو رأيتها لقيتها مش مصفة زي ما احنا اتفقنا او زي ما انا عايزها ليه ان انا ارد العقد واخد فلوس. الشافعية من بابه يقول لك ما ينفعش من اوله ما ينفعش. لما يبقى يجيبها تبقى تتفقوا على عقد الدين واخد بالك. لكن الملكية يقول لك اتفق وخد وقبض الفلوس ولك خيار الرؤية لما ترى. لكن الشافعية لا، لا يجوز عندهم بيع ما لم يشاهد. وبالتالي يبقى الأعمى ما يشتريش. الأعمى ما ينفعش ينزل السوق يشتري، لازم ياخد معاه واحد مبصر. لأن الأعمى إلا إذا كان تافه قبل أن يعمل. أو كانت مما يدرك بالحاسة الإيه؟ اللمس. إنما لو حاجة تحتاج فيها مع حاسة اللمس حاسة البصر فلا يجوز للأعمى أن يشتري ويبقى طرف في عقد البيع. لابد يبقى معاه واحد يوكله مبصر. خدت بالك؟ والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها. والمراد بالجواز يجوز ثلاثة الصحة. يعني كأن اللي يقابل كلمة لا يجوز يبقى مقابلها اللي هو الفاسد. لأن صحيح وفاسد أو باطل. لأن في الغالب الأعمى الجائز ولا يجوز يبقى حرام. كده بقى لا، هنا في العقود دي المقابل للجائز يبقى باطل أو فاسد وليس حرام. لأن الجائز هنا معناه الصحيح ويقابل الصحيح الفاسد. وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز. ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. يعني بدي لك صورة أنك أنت ممكن تشتري حاجة لم تشاهدها الآن لكن قد شاهدتها بالأمس. واضح؟ ما لم تكون هذه المدة المتخللة بين العقد والرؤية تؤدي إلى وجود فساد فيها. واضح؟ يعني أنا شفت الشقة امبارح اللي هشتريها وجينا مع بعض قعدنا في المكتب عندك بنتفق على شراء الشقة. الشقة مش موجودة ولا احنا قاعدين جواها واحنا بنتفق، بس هي مش هتتغير يعني بعد شهر ولا اتنين. هي دي حصان وأبواب مش طعام هيحمض، فهمتني ازاي؟ فيبقى إذا كانت العين تم مشاهدتها ثم تم العقد بعدها بفترة والفترة المتخللة بين الرؤية وبين العقد لا تؤدي إلى تغير في العين المشاهدة فهذا البيع جائز. واضح؟ زي الصورة دي اللي هي ذكرها الشيخ في الحتة بيقول إيه؟ وقد يشعر قوله لم تشاهد يعني في الحال لأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقل أنه يجوز. لكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. كلام واضح. ويصح بيع كل طاهر اللي هي شروط المبيع ده. هنا هيقول لك شروط المبيع. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. وصرح المصنف مفهوم هذه الأشياء في قوله. مفهوم الأشياء دي يعني معناه إيه؟ يعني معناه طاهر مفهومها إن ما ينفعش إيه؟ مفهوم المخالف إن ما ينفعش تبيع عين نجسة. يسموه مفهوم المخالف. يبقى عندنا حاجة اسمها منطوق وحاجة اسمها مفهوم. فالمفهوم هو ما يدرك حال السكوت والمنطوق ما يدرك حال النطق. كويس؟ يبقى كل ما يكون دلالته تصح باللفظ يسموه منطوق، تصح بالصمت يبقى يسموه مفهوم. يعني اما اقول لك مثلا اجلس يبقى بالمنطوق تجلس، لان يعني ده هو ده المنطوق. ويبقى بالمفهوم لا تقف او لا تمشي. كده برضه ده بالمفهوم.
أما يقول لك مثلا لا تقل لهما أف، يبقى معناه لا المنطوق كده أف، لكن المفهوم الموافق يعني ما تؤذهمش بأي إذاء، أي إذاء، لأن أدنى الإذاء هو كلمة أف، يبقى معناه من باب أولى المفهوم الأولوي إنك أنت ما تضربهم من باب أولى، وما تشتمهم من باب أولى، فهمت إزاي؟ وبالمفهوم المخالف إن معناه تحسن إليهم، فهمتني بقى إزاي؟ يبقى الكلمة لها مفهوم يفهم منها حال السكوت، ولها منطوق تدل عليه أسماء النطق. وفي البلد هنا برضو نفسه لما قال لك طاهر يعني بالمفهوم ان النجس ما يتبعش، وبالمفهوم كمان ان كل طاهر محكوم عليه بطهارته يجوز بيعه، مش طاهر معين، اي حاجه طاهره. وفي البلد وعشان كده بيقول ايه طاهر منتفع به مملوك، يبقى معناه المفهوم المخالف لطاهر متنجس، منتفع به يبقى غير منتفع به، المفهوم المخالف. والمملوك معناه غير مملوك، لا تابع ما ليس عنده، النبي أي كده صلى الله عليه وسلم، لا تابع ما ليس عنده أو ما لا تملك. واخد بالك؟ يبقى ده مقابل. عشان كده بيقول لك وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة. لا يجوز بيع عين نجسة ولو كان يمكن تطهيرها كالخمر، ممكن تتخلل وتصبح طاهرة. واخد بالك ازاي؟ بالاستحالة بتتحول كده برضو، لكن لا يجوز بيع الخمر. لو انت عايزها تخللها فبشتري خلجات، اذا مش شراء خمر وتقول لي هتخلل. واضح؟ يبقى لا يجوز بيع عين نجسة وإن أمكن تطهيرها طالما هي في أصلها نجسة. لكن إمتى يجوز إن أنا أشتري عين متنجسة بقى؟ إن أمكن تطهيرها. في فرق بين النجس يعني عينه نجسة، وفي فرق بين شيء طاهر تنجس. الشيء الطاهر اللي تنجس ممكن إن أنا أبيعه على أن يتطهر. أطهره إذا كان في قدرة على طهره. وعشان كده ولا يصح بيع عين نجسة يعني ولا جلد الميت لمن يباع. طب انا عايز ابيعه ادبغ وابيعه طاهر. فهمتني ازاي؟ جلد الميته ده نجس. ما ينفعش ابيعه حال نجاسته لانه لا يجوز. طب اعمل ايه؟ عايز استفيد بيه. يبقى ادبغه وابيعه طاهر. واضح؟ لكن ما ينفعش ابيعه في حال كونه نجس. يبقى ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن وخل متنجس ونحوها مما لا يمكن تطهيره. يبقى الخمر والدهن والخل المتنجس ونحوها مما لا يمكن تطهيره، يعني هو مما لا يمكن تطهيره دي يعود على ايه؟ على الدهن والخل المتنجس، لكن لا يعود على الخمر، لان الخمر يمكن استحالة تطلع به بيع عليه. واضح؟ ولا بيع ما لا منفعة فيه، ما هو قال لك منتفع به، يبقى المفهوم بتاعه ايه؟ ما ينفعش تبيع ما لا منفعة فيه، كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. يعني ما ينفعش ابيع سحلية، ابيع تعبان، ابيع عقربة، ما ينفعش كده، خدت بالك؟ زحالف، يجيب الزحالف ساعتها، يبقى دي مش ما يبيع بقى، رفع. رفع خدت بالك ازاي؟ او رفع يد العيال عايزين فلوس لسه في البيت، والشيخ قال لك ما تبيعهاش ما تتباعش ولا تشترط. يبقى انت هناك هتقول له ترفع ايدك عنها بكام؟ يقول لك ب 10 جنيه، خد ال 10 جنيه، خد لما تنسى. لكن ما تقولش تبيعها بكام؟ ما ينفعش، لان ده ما ينفعش عقليا، خدت بالك؟ ده حيث المصريين بيفهموا ايه طيب؟ المصريين هتفهموا ايه طيب؟ هو هتقول له الثمن خلاص هينبسط. بيفهموها بسرعة. لا بيفهموها بسرعة.
ونقف على فصل في الربا، لان الربا دي عايزه اعلى كده مستريحه فيها مقدمه كده. وان شاء الله المره الجايه ندي مقدمه للربا وانواعها. وانا كنت شرحتها ايام حشي في الجيجوري، باب الربا ده شرحناه في 4 مجالس، كل مجلس ساعه وشويه ومتسجل في سكه، اللي يروح ما يرجعش، فنرجو انه يرجع. ان شاء الله لو عرفنا نحصل لكم على تسجيله عندي بدر. شرحنا سنه 2009 شهر 5/2009 في مسجد الاشراف. ايوه يعني ايه الفاتوره؟ الفاتوره ده اثبات انه استلم الثمن، ده ملوش دخل اختصاص ولا بيع. دي لا، الفاتوره دي اثبات انه استلم منك هذا المبلغ. خدت بالك ازاي؟ ممكن تبقى الفاتوره دي مقابل ايجاره، ممكن تبقى مقابل بيع، ممكن تبقى مقابل اي حاجه. خدت بالك ازاي؟ لا، الاختصاص وعدمه ده لما تبقى حاجه لا يجوز بيعها، ولكن هو اتكلف علشان يجيبها لك. يعني اللي جاب كلب ده وعلمه الصيد بذل معاه مجهود، وقعد ياكله ويشربه ويبيته كل يوم ويعلمه كل يوم، ضيع معاه وقت كده برضه. فمش موحد واحد انت تاخده كده تقول له مش فاكرين قوي جزاك الله خير وتمشي، ما ينفعش. تقول له اصل النبي نهى عن ثمن الكلب. ايوه نهى على حبيع، لكن انا مش حبيع، انا هرفع اختصاصي عنه. فهمت ازاي؟ فيبقى ده اسمه رفع. ممكن يجيب فاتوره انه هو استلم منك المبلغ ده مقابل رفع يده عن الكلب الفلاني او صاف، لا يجوز هذا. لكن ما يبقاش فيها ضمان. الفرق بين عقد البيع، اولا ما فيهوش خيار رد بالعيب، ما فيش خيار رد بالعيب. يعني خدت الكلب ده وروحت لقيت عنده جرب، او عنده طلع مش معلم زي ما قال لك ده متعلم الصيد، وجربته لقيته مش متعلم، ما تعرفش البيع ترد بالفلوس الجديدة. خدت بالك؟ خلاص، يعني يظهر في الضمان. لا بس الفرق ان السلم موصوفه، موصوفه في الجنه باوصاف دقيقه، انما الصوره الثانيه دي بيع غير موجود وانت ما شفتوش وغير موصوف. لو بهذه الصوره ما ينفعش. خدت بالك ازاي؟ ده الثاني غير مقدور على تسليمه. يعني لا يجوز ان تبيع غير المقدور على تسليمه، كالسمك في الماء والطير على في الهواء كده برضه، واستمر قبل بدو صلاحه، كل ده غير مقدور على تسليمه فلا يجوز بيعه. اي بيع فيه غرض يبقى منهي عنه. طبعا في شروط في العاقلين ما قالهاش هنا على اساس انها معروفه ضمنه. لازم يبقى بالغ عاقل وفي البلد، ويكون حر التصرف وعنده ملكيه تامه لما يتصرف فيه. فما ينفعش بيع الصبي ولا المجنون ولا السفيه المحجور عليه بسفه كده برضه. وكذلك لا يجوز بيع مثلا المصحف بكاف، واخد بالك؟ لا يجوز. يعني انا دلوقتي فاتح مكتبه وجاي لي واحد لابس سلسله فيها صليب بيقول لي المصحف ده بكام؟ اقول له ما فيش بيع، مش هبيعهولك. ليه؟ لان ده مصحف، لانه لا امكنه من ان ينفذ. فهمتني ازاي؟ لا يجوز بيع المصحف الكافر. وكذلك كتب العلم الشرعي زي مثلا كتب الحديث وغيرها، ده لا يجوز بيعها. ولا يجوز بيع كمان العبد المسلم لعبد كافر، لسيد كافر، يبقى سيده كافر ويشتري عبد مسلم، ما ينفعش. افرض انا عندي السوق الرقيق قاعدين وعندي عيال ارقاء ابيعهم مسلمين، وجاي لي واحد يشتري وعرفت انه مسيحي، ما ينفعش ابيع له عبد مسلم لانه يشتنه في دينه، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ادور له على عبد مسيحي زيه دي حاجه كده او غير مسلم. فهمت؟ يعني كلها تفاصيل تجدها في الحواشي. يعني ايه الهدف منها؟ يبقى احنا عندنا التمساح ده غير، يعني ايه
لا يجوز بيعه، لكن يبقى اسمها رفع الشطر، يبقى رفع الشطر. لو هيبيع الحاجات دي هيبقى التصرف بتاعه مسموش بيع، اسمه رفع يد او رفع. ما هو ده ينتفع به نادرا في النادر وليس في عموم الناس، ده حاجه في النادر، والنادر لا حكم له، ومش كل واحد يعرف ينتفع بيه كده برضه. في شركات مخصوصه وفي اماكن معينه وحتت مش عارف ايه، يعني ليها قيود كثير، فهو في الاخر يغلب عليه انه لا ينتفع بيه كده برضه. اذا كان في بعض الناس بتنتفع بيه فدول نادرين ومجالات نادره، والنادر لا حكم له. ايوه. ما هو طالما قادر على تسليمه وقادر على احضاره في الموعد وعلى مراعاة الشروط، خلاص يجوز هذا البيع. وياخد الفلوس ويروح يشتريه له، بس بشرط لو جابه له على غير مطابق للاتفاق له حق ان هو يسترد الفلوس. خدت بالك؟ خلاص مالوش حق يتراجع، وعشان كده لازم تثبت في ورقه وفيها شهود عشان ما يجيش في الاخر يفاجئ. ما هو لا، ده دي الحكايه لا ترد ولا تستبدل. دي طريقه بيع يهوديه انتشرت في مصر ايام ما كان في عمر افندي وسدماوي وشامله والطرابيشي وتجار اليهود، هم اللي طلعوا لنا بدعه البضاعه لا ترد ولا تستبدل. لكن عند المسلمين في حاجه اسمها رد بالعيب، في زمن خيار، وفي كل الحاجات دي، لان لا ناكل اموال الناس بالباطل، لكن اليهود ياكلوا اموال الناس بالباطل. فعلشان كده قال لك البضاعه لا ترد ولا تستبدل. في افلام اسماعيل ياسين زمان مش عارف ايه تلاقي اليوم دلوقتي خلاص، حتى جمعيات حمايه المستهلك على مستوى الحكومات لغت الكلمه، ما بقتش تستعملها. فالبضاعه ترد وتستبدل لو كان فيها عيب، واخد بالك؟ خلاص البيع ده الشرط ده باطل والبيع صحيح، الشرط باطل. فلو حبيت انت ما تشتريش منه ما تشتريش، لكن معظم الحاجات دي بيبقى عليها فترة ضمان. خلاص لو لقيت فيها عيب بتروح يصلحها لك، يبقى هو بيصلحها لك اهو، ولو لقى فيها عيب كبير في فترة الضمان بيدبله لك خالص، يديه غيره. فما فيهاش مشكلة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. ما فيش مانع. هل القانون المصري يتبع هذه القواعد الفقهية؟ طبعا احنا لسه بنقول اهو، بس قانون المعاملات في مصر قانون اسلامي يا جماعه، يعني في معظم القانون المصري تدور عليه اكثر من 90% منه كله مبني على مذاهب فقهيه معتبره. يجي لك ال 10% الثانيه امور متعلقه بقى ايه بالجنايات والحاجات دي والحدود، بسبب اننا في زمن شبهه فما رضوش يطبقوه. نفس الخضارة طبعا قال لك ما نقدرش نطبق حد الزنا لانه عندنا شهود عدول، والا ممكن تروح تدفع لك 500 جنيه على قهوه وتجيب اربع شهود ذكور يقول لك فلان بيزني بفلان وشفناه، وهو فلان ده لا عمل ولا قرب لا ولا يعرف فلان. فالقضاء قال لك لا، هننفذ الحاجات دي، نعمل ليها اي عقوبات تعزيريه لصعوبه تنفيذ الحد بسبب وجود الشبهه في الشهود. ما بقاش في امانات، الناس ما بقتش امينه في كلامها. فهمت ازاي؟ انت عارف شاهد الزور ده كتير، ده على ابواب المحاكم ب 10 جنيه 20 جنيه يخش يحلف ويقول اللي هو اللي انت عايزه كله. فما ينفعش نطبق الحدود الجنائيه في هذا الزمن لاننا في زمن شبهه. واضح؟ والا كل واحد متغاظ من واحد يروح يشهد ويحلف بايمانات المسلمين انه سرق عشان يقطعوا له ايده اليمين. واخد بالك؟ وهو اصلا امين ما سرق، وما ينفعش. الزمن بتاعنا ده، لكن القانون المصري قانون اسلامي ما فيهوش اي اشكاليات الا عند الجهله اللي هم ما درسوش المذاهب المختلفه، لان هو اصلا استنباطه من القانون الفرنسي اللي هو استنبط اصلا من ايه؟ من الفقه المالكي مختصر خليل. ترجمه مختصر خليل وعملوا منها القانون الفرنسي، قانون نابليون واحد واثنين وثلاثه، هو اصلا عباره عن مختصر خليل في الفقه المالكي. وفقه ابن رشد الأندلسي.
فهو مستنبط من هذا. في بعض المخالفات انا معاك ممكن علاجها، لكن مش لدرجه نقول بالكفار بقى وبتاع ونعمل ازمه لدرجه بعض العيال الجهله حرموا الدراسه في كليه الحقوق مثلا، اعتبرها حرام وكلام منه، وده غلط ما ينفعش الكلام. والله تعالى اعلى واحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.